رمضان كريم عليكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وانتم بألف خير. ضيفة حلقتي لهذا اليوم فنانة اشتهرت بالعديد من الأدوار والشخصيات المتنوعة، فنانة راقية وجميلة جدا. ما أطل عليكم الكلام، ضيفة حلقتي لهذا اليوم الفنانة ست بيداء. عندك طقوس خاصة في أيام رمضان؟ اي اكيد، يعني بما انه احكي كفنانين، احنا اكيد قبل رمضان عندنا ركضه نعرفها كليتنا الفنانين. فرمضان بالنسبه ان استراحه ان شاء الله، يعني الصيام، الفطور، على المسواق، على الطلبات، الطقوس الدينيه طبعا هاي اهم شيء، خاصه السهر بالليل، فهاي الشغلات. يعني أقرب الشخصيات إلى قلبك أنتي كممثلة، يعني تحسين أديتيها مثل ما هي لازم تتمثل؟ عالم ست وهيبة. كنت تشرح لنا شوية عن الشخصية؟ كانت الشخصية بالبداية أنا من دزوا الناس رفضت الشخصية لأنه حلقة واحدة. فأتذكر فارس طعمه التميمي الله يذكره بالخير وأمسي عليه، قال لي بيداء اشتغليها هاي الشخصية، يعني هاي راح تبقى بالذاكرة ولين بها شغل. يعني احنا نعرف كليتنا الشخصية مو بمساحة الدور، اكيد يعني بالانفعال بالشخصية والابعاد اللي بيها. المهم فوافقت على كلامه والحمد لله اشتغلتها، واتمنى ان اكون اتقنتها، والدليل انه لحد الان هي بالذاكرة. من اطلع برا يقولوا لي انت اميره اللي بعالم ست وهيبة. اكيد. استاذ علي دشر، اقرب شخصيات الى قلبك اللي مثلتها، اذا مسرح او تلفزيون؟ بالمسرح اكيد بالمعهد اشتغلت مسرحيه في اليوم مركز زمان سعد الله والنوس، كانت شخصيه حارس اشتغلتها من ذاك الوقت، اشتغلتها كوميديان. بس اما بالتلفزيون لا، شخصيه شنشول مسلسل بيت الطين تاليف واخراج الاستاذ عمران تميمي، كانت اقرب شخصيه الي. اكو عمل فني جمعكم سوا؟ انجمعنا بعمل انا وست بيداء بس ما التقينا. لا، التقينا بمسلسل رمضان في رمضان ومسلسل بيت الطين، ما التقينا. هذا الاعمال اشتغلناها سوا. صار موقف جمعكم؟ موقف؟ يعني موقف اثناء احد الاعمال الفنيه اللي قدمتوها؟ لا، بس رمضان في رمضان ما اشتغلنا. اشتغلنا بالمعارض مال النهضه. اشتغلنا ويا خضير ابو العباس ومزارع الوان. احتمال يجوز اني اي انا ذكرت بيه معرض مال النهضه اشتغلنا. طيب شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، خلونا نرحب بالصدفه شبابنا جيل المستقبل. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه، نورتونا. اهلا وسهلا. كرار، انت كيوتيوبر عراقي تقدر تحكي لنا شويه على قناتك باليوتيوب، تعرفنا عليها اكثر؟ تمام، شكرا لكم على هاي الدعوه الجميله، وشكرا لقناه الطليعه. قناتي باليوتيوب عدت لحد الان 6 مليون متابع و2 مليار مشاهده بيها. محتواها شنو؟ محتواها ترفيهي، يعني الشغلات اللي تصير بالبيت او بالعائله او السفرات، حسب يعني مرات نطلع سفرات فنصور ونشوف للناس شنو الاجواء وشنو الحياه، انه لازم واحد يطلع ويسافر ويتونس، وهاي الاشياء العفويه البسيطه والشغل البسيط، فالناس حبته وعلى البساطه حبته وتابعته، والحمد لله والشكر قناة بسيطة باليوتيوب حققت نجاح كلش واسع الحمد لله. أزهر، أنت كشخص من الجيل الجديد، يعني شنو استفاديته من جيل ست بيداء، من مثلا الحوارات، السيناريو، الاخراج، من الفن اللي هم قدموه؟ الفن اللي قدمته الست يعني، لو الفن اللي عاصرته؟ لا، الفن بشكل عام اللي كانت من ضمن ست بيداء. ست بيداء تقول انا طالع حلقه واحده، يعني اعتقد ان الفن اكيد ما مثلت واحدة. مسلسل وحده اكيد مثلت عده ادوار بعده مسلسلات وافلام، بس يعني انت متابع المسلسلات القديمه اي متابع مثلا؟ طيب شنو اللي استفاديته من عندهم هم كفنانين، ان مشوارهم الفني مو شويه؟ اليوم انا الفنان اللي يقدم عطاء، اللي يقدم في المستوى اللي يستمر مع الجمهور، هذا اعتبره القدوه مالتي. اكيد يعني اكيد يكون عنده حلقه ما بينه وبين الجمهور، يعني مو نقول مثلا يطلع شوربه برمضان، يعني لا يعني قصدي أيه. يطلع بس برمضان، يعني يطلع بس برمضان وينقطع عن الجمهور وشوفي يمشي هيك، يعني كانما هو واصل في المرحله، هذا غلط. ست بيداء في بدايه الحلقه كانت مبتسمه، بس هذه الابتسامه راح تستمر لنهايه الحلقه؟ انا من وجهه نظري مستحيل، لان اسلوب الشباب كلش مستفز. خلينا نشوف راح يمشي عليها المقلب لو لا. شوفي عدد مشاهدات
الفيديوهات اللي بقناتهم، قناتهم نشطة جدا. اي يعني ما بيها شيء، بالعكس انا افرح لهم وافرح انه عندنا هيك شباب، بس انا عن نفسي يعني احتمال لان مشغوله، احتمال لان انا ما احب هاي اليوتيوب وهاي الاشياء فما اشوفها. الجزء الثاني طلعين حلقه يعني مسلسل ثاني طلعين بيه حلقه يجوز؟ ممكن كل شيء يصير. هل تؤمنون بالجيل السابق انتم كشباب؟ اكيد يعني احنا نؤمن انه اوكي الجيل السابق انه هو قاعده تمام اللي كنا نشوفهم، يعني احنا ما ننكر هذا الشيء. اليوم انا قبل ما ادخل اليوتيوب قبل ما اصير فنان انا كنت مشاهد تمام وعندي موهبه كرأيي اني احكي بشكل عام انه ما يطول مجال للشاب، فلذلك ان اليوتيوب قدر يكسر هذا الحد. اذا شنو استفاديتوا من الحوارات؟ مشهد معين اثر بيك؟ حوارات المسلسلات السابقه؟ مشاهدهم يعني عادي تعلمنا منها هواي اشياء واخذنا هواي اشياء، لكن هم من ذاك الزمن هذا الزمن هم يعني نفس الشغل. المؤسسة سألت على السوشيال ميديا تقول أنا ما أتابع السوشيال ميديا، هذا تطور يعني الشغل. يعني لازم تكون فنانين قديمين. لازم أنا حرة أتابع أو ما أتابع، يعني أنت ما تجبرني أن أتابع. أكيد هو ست ما يجبرك، بس هو يعني يقصد ولا أني أجبرك أنه تتابع مسلسلاتنا. لا شو يعني أنا بالشاشة لازم غير أشوف مسلسلات. لا مو أنت ملتهي باليوتيوب، مو باليوتيوب بالقناة مالتك فما تقدر تباوع. يعني لازم التلفزيون هذا أبو الراشدي أجيبه ويلا شوف مسلسلات كوميدي. نطلع فاصل لان شويه صار حكي ما متفق عليه. مشاهدينا الكرام خلينا نروح فاصل بعدها نرجع نكمل وياكم قوي. انا شنو الاسلوب اللي تحكون؟ لا مو اسلوب، بس هي تقول يعني ما اتابع سوشيال. شنو التلفزيون بالراديو؟ ما اتابع اي لا تتابعين عادي، شنو المشكله؟ لا تشمر بيدك من تحكي وياي عيب. يعني اني اذا مو فنانه او اذا مو اني اكبر منك ويجوز بقد امك اوكي، فلا ترفع ايدك من تحكي. شو مو عارف والله لازم اسويت يعني. لا لا هيك لا لا تكتف نصت فنانه ونجمة ستهم عندهم مشاهد باليوتيوب يعني عندها نسبة مشاهدات جدا عالية، عدد المشتركين جمهورهم هم اي يعني انا افرح يعني لهم. هذا الموضوع انه انت شكلك ما معترفة بيهم يعني تستاذن تقولين افرح لهم ومبروك. انا هادئ شوية مبين متعصبة شوية ريلاكس، تقولين افرح لهم ومبروك. انا راح اطلعك مو حلقه، اطلعك 10 ثواني انت مسلسل تطلعين بيها حلقه، فاكيد انا المشهد اللي كاتبه هو 7 دقائق اطلعك بيه 10 ثواني فتعطسين شيء حلو طشين بيها طقين طشين طشه طقين اي طقين حتى ينزلون عليك بالونه. يعني مسلسل بيت الطين ما طقيت بيه الطقين بالعطسي وين؟ طق بالعطس. انا ما شايف لان اللي مو اللي قناتهم قناتهم ايش استفادون هم؟ شو استفادون؟ انت كممثله قديره اوكي بيسان شو استفادون؟ عندهم ارباح تجيهم ارباحكم شهريه من اليوتيوب صح؟ من نحكي اسكت. لا مو ارباحكم شهريه من اليوتيوب؟ اي الحمد لله لا ما احسهم. طلعتي تنور بيت الطين؟ لا لا هذا دا يغلط لو دا ينكت. شو دا يغلط؟ ترى انا فاصل نفسك. ترى انا فاصل يعني اي فاصل. طلعتي تنور بيت الطين؟ تحترم نفسك لو الله هذا الميز اركبه براسك. لا 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 خفت اقول ترى ست بيضاوي زين ست بيضاوي كنت هدائين نجيب لك مي نجيب لك مي سيت بخصوص الارباح مي 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 شباب مي ست بيضاوي رجاء لا تحكون بهذا الاسلوب الاستفزازي. عندنا لقاء هاي منو جايبهم؟ منو جايبهم؟ ذولا منو جايبهم؟ منو جايبهم ذولا؟ عصير ابو الربع العلاقات يعني بالقناة يا علاقات منو جايبهم ذولا؟ استغفر الله رجعين ضيوف ست بيدا زين اسمعيهم عندهم مقترح ثاني لمشهد يعني ممكن يعني تطلعين بيه باليوتيوب مثل ما يقول حتى الطشين ست ميسان زين وقاعده وياهم ست بيدا نجمة زين نسمع مشاهدهم شبي المي عليك ها؟ شبي المي عليك شنو يعني ترى انا اسبح خافت ضد المي يلا اعطونا المشهد اعطونا المشاهد الباقيه مشهد نجيبها ويانا بالمشهد مشهد الصونده كل شيء رهام لها مشهد الصونده نجيبها يلا نجيبها ويانا مشهد شنو يا مشهد قلتي؟ مشهد الصونده منو صونده؟ هو هذا ولا هذا؟ هو التنور يتعلم هم شنو اصدقاء هم؟ اي ست اصدقاء بس باعي هو المشهد مشهد الصونده سووه ويعني كملوه نشروه على اليوتيوب لا ست بس اني لا هذا لقاء قاعدين نسولف ما بيها شيء لا ست اهدي اهدي شنو الموضوع؟ اهدي يا ست خليك ريلاكس راح اروح لا لا تريح شنو طول جوهك؟ اه شنو؟ 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 انا راح اصورك راح اصورك انزلك بالسوشيال ميديا اهدي اهدي خلنا نصورها شنو اسمها شنو؟ اخ
تليفونك لك تليفون انكسر تليفون. انا اصورها هاي كفشات مالك. هاي سين يقول انا جاي تتجاوز علينا. هاي شو اسمها؟ زين شنو اسمها؟ ست بس تعال بس خلنا نشغل ميسان وخري ست ميدان مقلب على البارد من خلال. تفضلي ست وين طلعتي؟ تعالي دخلي الاستديو دخلي. وين طلعتي ست؟ وترتينا وكنا كتلتينا اعصابك من ادري بيش عصبيه. مقلب كاميرا خفيف مقلب على البارد من خلال قناه الطليعه. حبينا نرسم بس ما استريحي ست قصتي هنا ظاهر امير والله العظيم. مقلب استهدي تري حسد يعني ما تريد تطلعين ياهم صوندة طلعوا ياهم طشت عندهم طشت رهيب. ست كلهم متفقين حتى استاذ علي دشرت شنو يعني صدق كذا. اي ست انت وقعتي بيها ايش خالين بشعركم؟ زين ابدي هيك اسوي ماكو انا خالص من تو حركتي شنو هالعصبيه؟ ايش خالين بشعركم؟ والله العظيم شوية هذاك بالجنب. أنا آسفة بس أنتوا وضعكم يعني وتر من قبل لا يبدي البرنامج وشفتوني يعني وأنت صافن علي تباوع هيك يقتال ايش فيني ست. هم غير أنهم ممثلين هم شعراء قرالها بيت من ضمن الأشعار قرالها هو بيت عنصر شعري. طبعا ست احنا هدفنا هو البسمة للجمهور. أكيد خاصة جمهورنا يعني محتاج لهاي البسمة. وأنا بصراحة أتابع اليوتيوب وأتابع هاي المشاهد كلها. شايفتك أنت؟ شكراً. ليش ما اعترفتي بي لعد أول مرة؟ مو قلت لك لا هو وترني قبل لا يبدي البرنامج. أنتوا ما حسيتوا؟ لازم تحسيت؟ منظل هيك يباوع ويحكي وهاي فقلت شلون يعني أردهم. أنا أفرح يعني بالشباب وإن شاء الله يعني أنتم مستقبلنا مستقبل العراق الفني إن شاء الله. إحنا كنا نشكر جيتش اليوم نورتينا بيسان. أنا علمت إحنا نعتذر من عند ست بيداء على هذا المقلب لكن غايتنا هي رسم الابتسامة على وجوه متابعينا ومشاهدينا. إلى هنا مشاهدينا انتهت حلقتنا ويا ست بيداء لكن مقالبنا مستمرة. انتظرونا باكر ويا ضيف جديد وحلقة جديدة إن شاء الله ومقلب جديد. خلينا نشوف مقتطفات من الحلقة القادمة. اثنين نتوهمنا بالحب ننتصر اثنين نعاني الغدر. لا أنا ما أحب بطل شامير لا لازم كبيك انت صالك ساعة أنا عرفتك من أول كلمتين أقعد فكني أخ 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 أخ